مرحبا جميعا، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نقوم بعدة اعمال بعجينة السيراميك، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لكي يصلكم كل جديد. وهيا بنا. الادوات التي ظاهرة امامكم هي الادوات التي سوف احتاجها في الاعمال التي سوف اقوم بها. سوف نحتاج عجينة سيراميك، يعني شيء رئيسي، والماء، وايضا شيء لكي نقطع به، سواء كان يعني كتر او هذا الشيء البلاستيكي الذي سوف اقطع به في الفيديو. ايضا سوف نحتاج عدة اواني من المطبخ او اي شيء سيساعدنا على تقطيع العجينة او تشكيلها. كما ترون انني اخذت جزء من العجينة والباقي سوف اخزنه في كيس محكم الاغلاق، لانه اذا تعرض للهواء كثيرا سوف تتصلب العجينة ولن نستطيع استعمالها مجددا. بالطبع سوف نحتاج شيء لكي نفرد به العجينة، فانا بحثت كثيرا ولم اجد اي شيء باستثناء هذه القارورة الصغيرة فاستعملتها. يمكنكم استعمال اي شيء. واول شيء اريد ان اقوم به بعجينة سيراميك هو قاعدة للأكواب أو كوستر. كل شيء فردت العجينة، وبعدها أخذت هذا يعني هذا الذي هو حامل للشموع على شكل سداسي يعني، وقمت بوضعه على العجينة وقصص الجوانب. وهذه المرحلة مهمة جدا، وهي أن ننعم سطح العجينة لكي تصبح ناعمة بعدما تجف. والشيء الذي أقوم به الآن هو أيضا كوستر، لكنه على شكل دائرة. وبالطبع خطوة الماء مع الفرشة مهمة جدا. وتالي شيء أريد أن أقوم به بعجينة السيراميك هو صحن وعليه فطر، يعني فطر بأحجام مختلفة. فأول شيء قمت به هو أنني قصدت دائرة من عجينة السيراميك وقمت بوضعها على هذا الصحن. فالآن سوف أقوم بتشكيل الفطر. أول شيء نقوم بهذا الشكل الذي على شكل مثلث، لا أعرف ماذا يسمى، وأيضا هذه التي تكون مقوسة من فوق. فقمت بثلاث أشكال، والآن سوف نتركها لكي تجف. وبالطبع هذا ما سوف يحدث عندما تنتهون من العمل بعجينة السيراميك. وبعد يوم كامل هكذا أصبحت الأشكال بعدما جفت. فهذا هو شكل الكوستر، يعني جف بطريقة جيدة. الفطر انفك، المتوسط وأيضا الكبير، لكنني سوف ألصقها بمسدس الشمع بعدما ألونها. وأيضا الصحن انفك بكل سهولة، لكنه يحتاج إلى بعض الترميم فقط بجزء صغير من عجينة السيراميك، وسوف نصلح كل هذه الشقوق. والكوستر الذي على شكل دائرة بعدما جف فقط لمدة قصيرة أردت أن أعدله قليلا، لأنه يعني يعوج من الجوانب فانكسر. والآن سوف أخذ جزء صغير من عجينة السيراميك والقليل من الماء، وسوف أغطي هذه الشقوق وسوف نتركها تجف لمدة قليلة. والآن سوف نمر لتلوين الفطر وأيضا الكوستر. فأخذت ألوان الأكريليك لأن أظن أنها المناسبة لعجينة السيراميك، وأيضا باليت الألوان وبعض الفرش. وأنصحكم إذا استعملتم ألوان الأكريليك أن تضعوا ورنيش بعدما تجف الأشكال، لأن ألوان الأكريليك سهلة التقشير، يعني تتقشر بسهولة. فكطبقة حماية نضع الورنيش. فأول شيء سوف أبدأ بتلوينه هو ساق الفطر. فخلطت هذه الدرجة من البني ودرجة أفتح منه، وأيضا الأبيض ودرجة أغمق لكي أخذ الدرجة التي أريد أن ألون بها. رغم أن كمية الألوان كانت كثيرة جدا، أضع اللون بعد أخلط بعد أضع اللون بعد، يعني كانت في النهاية كمية الألوان كبيرة جدا، لكنني سوف أجد فيما أصرفه.
وبعدما خلطت كمية كبيرة من الألوان حصلت على الدرجة التي تقريبا أريدها. لأنني خلطت كمية كبيرة قلت يكفي، يعني يكفي من الألوان. والآن سوف أبدأ بتلوين ساق الفطر. وبعدما انتهيت سوف أبدأ بتلوين الشيء المقوس الذي يكون فوق الفطر. فخلطت درجة افتح من الأحمر ودرجة درجة من اللون البرتقالي وأعطني هذا اللون فلونت به. وبعدما نشف الصحن الذي تم ترميمه سوف نلونه باللون الأخضر، وقاعدته سوف نلونها ببواقي اللون البني فوجدته في مؤسرفون. وبعدما انتهينا من تلوين الصحن والفطر سوف نمر لتلوين الكوستر. فقررت أن ألونه باللون الأسود، وبعدها سوف أقوم بحركة بقلم ذهبي اللون. وبعد ساعتين قد نشفت الألوان، وسوف أضيف قلوب ونقاط على الكوستر باللون الذهبي، وأيضا سوف أصمغ الفطر على الصحن، وهذا هو شكله. وبعدما تنتهون من المهم أن تضعوا ورنيش، لكنني لم يكن لدي وقت فسوف أضعه لاحقا. وهذا كان فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. وإذا أعجبكم الفيديو ضعوا لايك للفيديو وشاركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه لكي يصلكم الجديد، وشاركوا الفيديو مع كل الناس الذين تعرفونهم، وإلى اللقاء.